هذا البرنامج يحتوي على بعض الألعاب الخطيرة والعنيفة، وينصح بعدم ممارستها إلا بعد الخضوع للتدريب تحت رعاية متخصصين. اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن رياضه معروفه لكتير مننا بالاسم بس. وليه بقول بالاسم بس؟ لاننا كلنا نعرف اسمها بس ما نعرفش معلومات عنها، مع ان رياضه النهارده منتشره بره مصر انتشار رهيب وناس كتيره جدا عارفاها وناس كتيره جدا بتمارسها. لكن في مصر الموضوع مختلف شويه، مع ان احنا عندنا في مصر ملعب من اقدم ملاعب رياضه النهارده. النهارده هنعمل السبوت بتاعنا عن الجولف. رياضة الجولف من الرياضات اللي بتتلعب في الأماكن المفتوحة، وخاصة الأماكن الخضراء زي ما انتوا شايفين، ودي بصراحة ميزة حلوة جدا في الرياضة دي. ملعب الجولف ممكن مساحته تبقى من 3 ل9 كيلو، ممكن يزيدوا، والملعب يبقى فيه من 9 ل18 حفرة برضو، وحاجات كتيرة جدا لسه هنعرفها مع بعض في حلقتنا النهاردة. خليكم مكملين معنا. لو هنتكلم عن الملعب اللي احنا فيه النهارده، احنا على ملعب نادي الجزيرة. الملعب ده بيعتبر من أقدم النوادي أو من أقدم الملاعب في رياضة الجولف. يمكن الجولف ابتدى في مصر مع أيام الاحتلال الإنجليزي وبدأ ينتشر من بعد كده، بس في الوقت ده كان بيقتصر على الإنجليز والأجانب وأسرة محمد علي باشا اللي أعجبوا جدا بالرياضة دي. مصر فيها 20 ملعب جولف. اول ملعب فيهم كان ملعب المينا هاوس، وكان معمول بسبب السياحه او بغرض السياحه. وعلى فكره من الشخصيات المؤثره جدا في تاريخ الجولف كان النبيل عباس حليم، وهو من الشخصيات المصريه اللي اثرت جدا في تاريخ الجولف في مصر. طبعا ما كانش ينفع ابقى في اقدم نادي لجولف في مصر وابقى موجود في الملعب ده اللي هو يعتبر من اقدم ملاعب الجولف في مصر وما جربش العب جولف، لان بصراحه الموضوع شكله ممتع جدا. والممتع اكتر اللي انا معايا حد خبرته كبيره جدا، مستر وائل عابد. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازيك يعني؟ لسه بنقول ان حضرتك ليك فتره كبيره جدا في الجولف، ويعني
انا بقى يعني انا ما ابتديتش صغير الحقيقه، لكن ابتديت كان عندي حوالي 20 سنه، فانا بقى لي 30 سنه بلعب جولف. ما شاء الله هايل. يعني فتره كبيره في الجولف اكيد مريت بيها في حاجات كتيره جدا، واخدت اساسيات اللعبه وازاي بتتلعب، ودخلت في ليفلز تاني. وتهيألي قبل ما كنا بنتكلم مع حضرتك كمان بتسافر وبتحضر ماتشات وبتتفرج يعني في حدود الامكان، يعني الواحد بيشارك في البطولات اللي بتتعمل في النادي. لكن اساسا انا ابتديت هنا يعني كان عندي زي ما بقول لك 20 سنه. هو يستحسن طبعا لعبه زي دي انها تتلعب من الصغر، على اساس ان بتحتاج مهارات معينه، وبتحتاج ان الجسم الواحد يكون مرن ان هو ياخد الحركه الصحيحه للعبه. فيستحسن طبعا الاولاد يبتدوا من سن مثلا 6 أو 7 سنين، يبتدي يمسك المضرب ويبتدي يقف مع حد محترف ان هو يعلمه ازاي يضرب الضربه بالشكل السليم. ومع مرور بقى الوقت والتمرين الكتير على سن 19 20 سنه بيبقى لعيب كويس زي ابطال العالم. دلوقتي هتلاقي ابطال العالم اللي ما حدش بيقدر يحصلهم خالص وعاملين نتائج هايله 22 سنه 24 سنه. الخبره طبعا بتزيد مع العمر، لكن برضو اللعبه دي كل ما يكون الواحد صغير فيها كل ما بيكون الضربه بتاعته اقوى، التركيز بتاعه ممكن يكون اكتر وهكذا يعني. فلكل سن زي ما بتقول ميزته. الميزه بقى في السن الكبير ان انت بقى بتحفظ كل المواقف المختلفه، فبالتالي انت بتجمع خبرات فبتلاقي حلول. لان لعبه الجولف هي عباره عن ان انت بتحاول توصل لنتيجه معينه، والملعب بيبقى مصمم بحيث ان يكون في عقبات كتيره تمنعك من ان انت تحقق الهدف بتاعك. فانت طول ما انت موجود في الملعب انت في تحدي، ازاي ان انا هتنقل من النقطه دي للنقطه اللي بعديها واكمل. فمع مرور الوقت بتكتسب خبره، وده اللي انا يعني قدرت ان انا المه شويه من سن 20 لغايه 50. دلوقتي 30 سنه دول اتعلمت فيهم حاجات كتير، ولسه بنتعلم ولسه بنجرب. ولسه في ايام بتبقى حلوه وفي ايام بتبقى صعبه، يعني مش كل اللي بتحاول تعمله هتقدر تعمله، وده اللي هنشوفه دلوقتي. تعالى نطلع نجرب في الستارت بوينت اهو. انا لسه كنت بقول ان انا عندي فضول ان انا اجرب، ومش هلاقي حد افضل من حضرتك ان انا اجرب ابتدي معايا واجرب. الله يخليك. لا ما انت برضو لسه شباب، واعتقد ان انت ممكن برضو ان انت لو وقتك يسمح ان انت تحاول ان انت تقف مع ممرن. انا ما اقدرش امرنك لان انا برضو يعني انا مجرد لاعب، لكن التمرين ده له اساسياته وله ناسه. ف انصحك بقى ان انت تجرب. لكن احنا النهارده يعني حاول ناخد بريف تسهيلا للناس اللي بتشاهد البرنامج ده، هنحاول ان احنا نبسط فكره الجولف كده، ونشوف ان الناس فاكره ان الجولف ده مجرد انه لعبه للاغنياء ومش عارف ايه. لا، هنبين ان هي لعبه اي حد ممكن يلعبها، وما هيش لعبه للكبار، لا هي لعبه في كل سن ممكن تلعبها. وهنحاول ان احنا نبين شويه الانواع الضربات المختلفه والتحديات اللي بتواجه لعبة الجولف، ونحاول نقول الناس هي ليه ممتعة، وان احنا ليه لازم نحافظ عليها، وايه الملاعب اللي موجودة عندنا، وطبيعة الملعب، ومين المساعد بتاع اللاعب، وهكذا. فتعالى بس نبتدي لان الموضوع لسه كبير. هايل. طب احنا في الستارت بوينت اول حاجة هنعملها ايه دلوقتي؟ اول حاجة يا سيدي ان احنا نكون مسخنين كويس علشان الجسم كده العضلات بتاعته كلها تبقى جاهزة. وبعدين بناخد الكارت. استاذنك في كارت استاذ خالد. الكارت ده ما تقدرش تطلع من غيره، لان هو بيشرح لك الملعب ده. انت بتلعب المفروض هنا في النادي، احنا حافظين النادي بتاعنا، لكن عموما لو بتلعب في اماكن مختلفه لكل ملعب مواصفاته ومسافاته والمعدلات اللعب اللي انت لازم تلتزم بيها علشان تحقق النتيجه بتاعه الملعب ده. فكل ملعب له التقسيمه بتاعته. هو اي ملعب بيبقى مكون من 18 شوط، هنا بيسموهم حفره، يعني بحيث انه في النهايه بتاعت كل شوط انت تحاول تخلي الكوره تقع في الحفره. فال 18 دول لكل شوط منهم معدل ضربات، يا اما الشوط الاول 3 ضربات، الشوط الثاني 5 ضربات. انت بتحاول تحقق اقل معدل الضربات، لكن لو زودت عن 3 يعتبر ان انت بتخسر. فانت لازم تعمل يا اما 2 يا اما 3. طبعا 1 دي لو ضربت كوره من هنا لاخر الدنيا ونزلت، دي يعني بتحصل، لكن يعني نادرا جدا، وعمرها ما حصلت لي الحقيقه في 30 سنه، انما شفتها بتحصل قدامي كذا مره. فاحنا هنبتدي، احنا واقفين دلوقتي على الحفره نمره 1 او الشوط نمره 1 اللي هو بالانجليزي، هي لعبه انجليزي، فالترمز اللي احنا هنتكلم بيها هنحاول ان احنا نترجمها، لكن في بعض المصطلحات هنوضحها للمشاهد لان ملهاش ترجمه عندنا، لكن هنحاول ان احنا نشرح فكرتها. فمبدئيا اخذنا الكارت بنكتب فيه الاسم والتاريخ، ولو كانت مسابقه بنكتب اسم المسابقه، وبتكتب انت اللعب بتاعك، انت تقديرك كام في اللعب. انا التقدير بتاعي 9، وهشرح لك يعني ايه 9
في وقت تاني. 9 يعتبر كويس يعني. لكن انت يعني ممكن توصل من 0 لحد 24. تمام. بتبتدي ب 24 تنزل ل 18، وبعد من 18 الدنيا بتبتدي بقى تبقى صعبه بقى عشان توصل لمعدل من 18 ل 9، ان انت تقلل الضربات اللي بتفقدها في الملعب دي بقى بتاخد سنين وهكذا. فتسعة يعتبر معقول، فانت معاك لاعب متوسط، مش هنقول ان انا لاعب كويس، انا واخد بطولات وكل حاجه، لكن طبعا في فرق بين لاعب 9 ولاعب الهانديكاب او الضربات اللي بياخدها كنوع من الضربات الاضافيه ليه، لانه الارض اقوى منه، بتقل لغايه زيرو، فهو مش محتاج. فالزيرو ده اللي هو مش محتاج خالص، مش هيضيع ولا كوره. فتعال نشوف بقى انت هتعرف تضيع كوره ولا مش هتعرف تضيع كوره. يلا بينا. يلا بينا. دلوقتي احنا ستارت بوينت، ملينا الكارت، ملينا كارت، وهنبتدي. اول حاجه بقى ايه المفروض انا او اي حد هيتفرج على الجولف دلوقتي يعرفها؟ هو اول حاجه انت زي ما بقولك انه هو الـ 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 الماتش كله او الجيم كله مقسم ل 18 شوط. احنا واقفين في الشوط الاول. الشوط الاول ده اللي هو نمره واحد. نمره واحد معدل الضربات فيه 3 ضربات من وقت ما تبتدي من الستارت بوينت اللي هنا اللي متعلم بالعلامات الصفراء دي. عاوزين نروح عند الرايه اللي موجوده هناك الصفراء اللي هي واقفه في الحفره، نحاول ان احنا نوصل ليها وننزل فيها الكرة ونبقى عملنا اللي علينا في أقل عدد من الضربات ممكن. تمام. فدلوقتي هنبتدي نحسب. طيب دلوقتي أنا المسافة من هنا لهناك وليكن مثلا تكون 120 ياردة. في معانا عصيان مختلفة أو مضارب مختلفة في الشنطة. تمام. بتقرر أنت هتختار أي مضرب اللي يحقق المسافة من هنا لل 120 أو 125 ياردة. بناء عليها أن عندك المضارب دي من 1 ل 9. الاختلاف بيبقى في شكل الوش بتاع المضرب. كل ما الوش بتاع المضرب كان مقفول يعني دغري كده، كل ما بتضرب الكرة لمسافة أبعد واطية. تمام. كل ما أنت محتاج أن أنت تضرب مسافة قصيرة، فأنت بتحاول تعلي الكرة لفوق وتنزلها، فبتاخد عصاية مفتوحة. احنا في الحالة بتاعتنا ال 120 ياردة دي من المضارب اللي موجودة أنسب حاجة يا إما تاخد رقم 9 حديد، يا إما تاخد مضرب اسمه البيتشينج ويدج. تمام. فهديني عم سعيد البيتشينج ويدج. سعيد هو المساعد بتاع معايا في اللفه دي. سعيد. ولكل لاعب لازم يكون معاه مساعد حافظ لعبه، حافظ طريقه لعبه، حافظ قوته، حافظ كل مضرب من دول اللاعب ده بيضرب بيه مسافه قد ايه. وبعد كده لما نوصل للجرين اللي هناك اللي عند الحفره بيبقى ليه شغل تاني بنتفاهم ونتشاور فيه علشان نشوف ازاي ان احنا هنتعامل مع طبيعه الارض اللي هناك. ان انت لما بتوصل لهناك بتاخد مضرب تاني خالص وبتحاول ان انت تضرب بيها الكوره ان انت تسقطها في الحفره. هنشوف هناك على الجرين انه الموضوع مش سهل بالشكل ده، وهيشرحه لنا عم سعيد هناك. فتعالى بس نضرب، انا ضربه وانت تحاول تضرب ضرب. طبعا الواحد اول ما بيقف بيحاول ياخد اتجاه، بيشوف لو في هواء ولا مفيش هواء، لان الهواء ده بيأثر من 10 يعني في حدود ال 10 يارده سواء ضد او مع. تمام. فاحنا عندنا ال 120 يارده دول بالبيتشنج ويدج هنحاول نعملهم بهذا الشكل. انا عايزك بقى تجرب ان انت تحاول تعمل الضربه دي باقل قدر ممكن من العنف. بمنتهى البساطه كده، اديني كوره لو سمحت يا استاذ سعيد. وبدايه اي لعيب ان انت بتتعلم ان انت ازاي تمسك المضرب وازاي تقف على الكوره. فانت بتحاول ان انت اسهل حاجه ان انت اعتبره مضرب بيسبول. دي اسهل ماسكه. تخلي اليمين تحت، لان اليمين دي هي اللي بتضرب بيها. بس هو تقف بحيث انه ما تنشفش يعني. سموز خالص. بتشغل المضرب بس. تمام. بس اهم حاجه انك هنا ما يفكش. تمام. المفروض بقى ان انا اضرب جامد يعني ولا هضرب بالراحه؟ انت اللي هتعمله ان انت اولا هتفتح رجليك سنه بحيث ان الكوره تبقى في نص بين رجليك الاثنين. تمام. افتحهم شويه، لان كل ما بتفتح رجليك كل ما بتبقى عندك ثبات
اكتر ما تروحش يمين وشمال او ان انت تقع لورا او كده. تمام. بعد كده هتحاول تخلي ايدك الشمال دي كلها مفروده. ليه بقى؟ ان انت لو طلعت بيها مفروده كده هتنزل بيها مفروده في نفس الـ 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 المسافه ونفس الاتجاه فبالتالي هتيجي في الكوره. لو عملت اي حركه غير كده او حركت كتفك غير كده المضرب عمره ما يجي في الكوره. فحاول انت هندي لك كام كوره تحاول ان انت تضربهم. برافو. احنا دلوقتي هنروح على الكره وكان هدفناه، بس واحنا رايحين كده انا عايز اعرف الايكويبمنتس بتاعت الجولف ايه. يعني اللي عايز يلعب جولف دلوقتي ايه الايكويبمنتس بتاعته؟ والله هو عموما الايكويبمنت بتاعت الجولف هي عباره عن الشنطه اللي بيتحط فيها المضارب المختلفه اللي انا حاولت اشرح لحضرتك. كل واحد له استخدام. اللبس اي لبس، يعني اي حاجه مناسبه للرياضه. الجزمه يستحسن ان هي تبقى جزمه بيبقى فيها من تحت زي جزم الكوره كده اللي بيسموها الستادز، بحيث ان هي تثبت ثبتك في الارض. تمام. والجوانتي عشان ما تتزحلقش العصايه من ايدك، وطبعا الكور. وبيبقى معاك حاجه بيسموها التي اللي هي بتحط عليها الكوره في ضربه البدايه. تمام. على اساس ان هي بيدي لك نوع من الميزات ان انت اول ضربه دي بتبقى مش على الارض فسهل ان انت تضربها. يعني انت شفت مدى الصعوبه ان انت تضرب الكوره فتخيل تضربها من على الارض وهي مش عاليه كمان. فده التي ده برده من الادوات بتاعه اللعب، بس مش محتاج اكتر من كده. يلا بينا بقى نكمل. نكمل. انت يلا. كورتك هنا هتقف عندها وانا كورتي هناك. الابعد يلعب الاول. الابعد يلعب الأول. حتى لو هو لسه لاعب دلوقتي. يعني في الشوط اللي قبل اللي ابعد من الحفره هو اللي يلعب الاول. ده من قوانين اللعبه، وفي قوانين كتيره جدا هنحاول ندردش فيها واحنا ماشيين. طيب دلوقتي احنا وصلنا بالمضرب اللي زي ده. هنخش دلوقتي بنلعب من هنا، ما ينفعش نلعب بالمضرب ده، لازم نلعب بما يعرف بالباتر اللي هو مضرب. هات يا عم سعيد المضرب اللي هو ابسط شكل للمضرب خالص. عباره عن حته حديده دغري. ان انت محتاج ان انت زي مش تكنس الكوره بس تلعبها من على وش الارض، مش محتاج لا تعليها ولا حاجه، بس اهم حاجه ان انت تحطها في الاتجاه السليم. تمام. بالقوه السليمه. تمام. اللي بيساعدك على كده واحد زي عم سعيد. تمام. وكل ما اللي هو بيسموه الكادي، يعني كل ما الكادي يكون بقاله فتره في الملعب كل ما يقدر يساعدك اكثر ان هو حافظ الارض اكتر. تمام. وهكذا. هايل. طيب يلا بينا نروح بقى على الكوره. انا هروح لكورتي. انا كورتي هنا الابعد. انا ممكن اجي مع حضرتك اتفرج الاول. اتفضل. اشوف حضرتك هتلعبها ازاي. اتفضل. وناخد شويه اكسبيرينس وخبره منك برده. هو مبدئيا في الحاله دي انت مش محتاج الجوانتي اللي مش هتضرب الكوره جامد. فبالتالي العصايه مش هتلف من ايدك فمش محتاج فكره الجوانتي ده. فبتفكه او بتقلعه وبتحاول تمسك العصايه بايدك على الجريب بتاعها بحيث ان يبقى عندك الاحساس بكل حركه، لان هي الجولف ده نتكلم فيه مليمترات. مليمترات ان الكوره تطلع الضربه بتاعتها صح وتنزل في الحفره يتعدي يا دوب من جنب الحفره. فاحنا عندنا احنا تقريبا هنا في حدود مثلا 8 متر بيقف الكادي عند الرايه، لان مش مسموح لو انا موجود هنا على الجرين ان الرايه تكون محطوطه، لكن هو بيحطها لي كعلامه ولما الكوره تروح عنده بيشيل الرايه. لو نزلت الكوره في الحفره والرايه موجوده ما تتحسب ليش. فهو مبدئيا كان قال لي انه دي بيشاور لي اهو ان انا لازم العبها شمال الحفره شويه. عشان يعني الميلان بتاع علشان الأرض. الميلان هنا شايف فيه هنا حته كده عاليه. الكوره هتنزل تجري شويه وتلف يمين. فانا لازم العب شمال شويه بهذا الشكل. طبعا هنا دي بقى اكتر حاجه فيها تركيز في اللعبه. وابطال اللعبه اللي بنشوفهم على التلفزيون بيكسبوا بطوله العالم ممكن زي ما بيقولوا يجلي ضربه زي دي على متر. انا كده ما قدرتش ان انا احقق معدل اقل من المفروض، انما خلاص بقت العمليه سهله جدا. ان انت لو تيجي تتابعني هنا انا مجرد ان انا يا دوب انا واقف حوالي 10 سم من الحفره.
اللي المفروض ان انا من وقت البدايه اوقع الكوره فيها في الضربه الثالثه، فبقت الضربه الثالثه بتاعتي سهله. تمام، انا كده خالص مع الارض، لا الارض غلبتني ولا انا غلبت الارض، انا لعبت بالمعدل الطبيعي بس كده. انت بقى هتحاول من عندك هناك تنعمل زي اللي انا عملته. تمام، نشوف هتعرف تعملها في ضربتين يبقى كويس، حتى ثلاثة كواحد مبتدئ يعتبر برضو كويس. طيب هيك تقدر نروح عند الكرة بتاعتنا. كانت حلوة البطة دي. مش كانت تنزل؟ مش كانت نزلت؟ بص على عم سعيد اهو عشان ايه؟ هو عم سعيد ادالك ال 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 النشان اللي انت تنشن عليه اللي هو حوالي 10 سنتي يمين الحفرة. جامدة طبعا، ضربتها جامدة. هي الفكرة قوي. بقى الاحساس عامل زي اللي بيطبخ، فاللي بيطبخ لو زود سنة ملح الطبخة بتبوظ. فعايزة احساس السنس فيها عالي جدا اللعبة دي. والواحد فعلا لا الإحساس. هقول لحضرتك حاجة، يعني حاول دي، شوف هنا انت هنا على بعد متر، حاول ان انت تضرب دي برضه، ودي غالبا بتبقى اصعب من البعيدة. انا اللي فاهمه من كلام حضرتك لغاية دلوقتي ان احنا كل ما بنقرب على الحفرة ان الموضوع ممكن يبقى اصعب شوية. يبدأ يبقى اصعب شوية. وبالذات ان انت خلاص انت دلوقتي ما عندكش غير ان انت، ولنفرض مثلا ان انت ما ضربتش اللي فاتت دي جامده، لا ضربتها قصيره فجت وقفت متر، فانت لازم تنزل دي والا الارض هتغلبك. صح كده. حاول تاني. اهي دي بقى ممكن تخسر واحد الجايزة الكبرى، لان الفرق ما بين نمرة واحد في البطولات العالمية ونمرة 20 في اربع لفات، كل لفة فيها 70 ضربة، يعني بتتكلم في 280 ضربة. الفرق بينهم بين الاول والعشرين ممكن يكون ضربتين بس. فتخيل انت جليت دي ففقدت بقى، يعني انا اعرف اكسب فرق كبير جدا بين الاول والعشرين. الاول مثلا في الجوائز اللي بره اللي ليها سبونسرز كبار جدا، تلاقي مثلا مش عايزين نقول اسامي يعني براندز يعني، لكن انت الجائزه دي ممكن توصل ل 4 5 مليون دولار. فانت بتتكلم في الضربه دي ممكن تكلفك 2 مليون دولار. اللي هو بيبقى من الاول ده في البطولات العالميه يعني. ف برافو. فهنعتبر ان انت كده عملت أربعة، فأربعة معنى كده ان انت الأرض كسبانة منك ضربة، انت لازم تحاول تعوضها بقى في الشوط اللي بعديه اللي هو نمرة اتنين. فهنيجي هنا، انت حضرتك على سبيل المثال في نمرة واحد انا عملت ثلاثة وانت عملت نقول أربعة، الشوط اللي جاي معدل الضربات بتاعته خمسة، بس المسافة أبعد، بدل ما كنا 120 ياردة داخلين بقى في 500 ياردة. وبما ان المساحة زادت فبيجي لك ضربات بيزيد معاك بيمصرح لك بخمس ضربات. بس تمام، فننتقل بقى من هنا ونروح نخش في الملعب. ملعب الجزيرة ده كان 18 حفرة، وكان بيتلعب عليه زمان بطولة اسمها بطولة مصر الدولية للجولف، زي بطولة التنس اللي كانت تلعب برضه في نادي الجزيرة. دي بتتلعب حضرتك من سنة 1903، والكاس بتاعها اللي هنشوفه بعد كده يعني. نادي الجزيره تاريخ كبير، ان يعني هو اول نادي في افريقيا والشرق الاوسط يتعامل بفكره ان يبقى فيه مكان تمارس فيه رياضات مختلفه. ابتدى بالفروسيه، احنا هنعدي تراك بتاع سبق الخيل دلوقتي اللي بيلف حوالين النادي وفي وسطيه ملعب الجولف. طيب تعالى نتفرج على الحدوته دي. طيب
طيب ادينا احنا وصلنا لاخر حفره اللي هي الحفره 18. تمام. وهنشوف النتائج بعد كده، بس لازم نخلص ادي بقى اللي بيسموها ايه الجراند فينالا او يعني الضربه الاخيره. فاحنا المفروض كنا نبقى على المسطح الاخضر ده فوق جنب الحفره في ثلاث ضربات. احنا الضربه بتاعتنا للاسف جت في احد الايه العقبات اللي في تصميم الملعب بتتحط اللي هي بيسموها البنكر او الخندق الرملي يعني. ولازم نحاول نطلع ونقرب من هناك لان ما عندناش غير ضربتين دلوقتي يا استاذ عمرو، والا تبقى الارض كسبتنا بعد الجيم ده كله. فعم سعيد دلوقتي تناولنا الساندويتش بعد اذنك. فدلوقتي الوجود على الرمله دي في 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 العقبه دي مش مسموح لك حتى ان انت تحط العصايه على الارض. ده من القوانين، مش مسموح لك تشيل اي حاجه حتى لو الكوره واقفه على زلطه، هتلعب الكوره بالزلطه. مش مسموح لك تعمل غير ان انت تضرب الكوره بسوينج واحد، ومفيش اي حاجه تلمس الارض الا في الوقت اللي ايه انت بتضرب فيه الكوره. يعني دي تعتبر من اصعب الضربات، لكن هنحاول ان احنا نعمل منها نتيجه كويسه. احنا دلوقتي الحفره على بعد مثلا دي فيها كام يارده؟ دي فيها 25 يارده. فلازم نفتح بقى الوش بتاع المضرب على الاخر عشان الكوره تتشال من تحت. العصايه دي بتخش جوه الرمله بتغرف الكوره عشان تعلى وتنزل تقف. ودي من الضربات الحقيقه الصعبه. فبيبقى اللعيب بيحاول يثبت رجله في الرمله بقدر الامكان، تقعد تحفر لنفسك مكان كده في الرمله بحيث ان ايه لا تلف يمين ولا شمال، لان هي ضربه بتبقى قويه لكن في نفس الوقت مسافتها ما بتروحش كتير لان الفتحه بتاعت العصايه بتخليها تطلع لفوق كده وتنزل زي لوب يعني. مش بطالة، مش بطالة. طيب أنا عندي سؤال، لو في بعض الملاعب تبقى عبارة عن مياه، ليك صغيرة، بحيرة صغيرة، لو الكرة وقعت فيها إيه اللي بيحصل؟ الكرة لو وقعت فيها أنت مش مفروض طبعا تقع فيها، هو حاططها لك كنوع من العقبة، يعني أنه لو غلطت ورحت وقعت في المياه من حقك يا تنزل تلعبها من المياه، وممكن المياه دي تبقى غويطة جدا ما ينفعش. لو المياه دي مياه ضحلة ممكن تنزل، في ناس بقى ممكن يقلع الجزمه والشراب ويشمر، عشان لو ما عملتش كده انت من حقك بقى تطلع الكوره بايدك تطلعها بره العائق، بزيد حسبت عليك ضربه. وانت ما عندكش ضربات كتيره ان انت تستغنى عن ضربه، ممكن تحاول تنزل تلعبها من تحت. انما لو نزلت في بحيره مثلا، وفي طبعا ملاعب جولف بتبقى حواليها بحيرات كتير يحط لك الهول ده، في بعض الملاعب بيبقى الحفره دي او الـ المسطح الاخضر اللي فيه الحفره ده عباره عن جزيره في وسط ليك، لازم تضرب من بعيد تنزل على الجزيره دي يمين شمال تنزل منك في المايه. فتنزل في المايه هيرجعها لك من تلعبها من نفس الحته. تلعب تاني على الجزيره تنزل في المايه، يبقى اول واحده هتحسب هترجع باثنين، هتضرب ثلاثه. نزلت في المايه هتشيلها باربعه، هتضرب خمسه ست وهكذا. طب انت عندك ثلاث ضربات يا استاذ، فانت كده طلعت بره البطوله تماما. ففي صعوبات كتيره. ده ردا بس على سؤالك على موضوع المايه. تمام، يلا نكمل بقى. دي خلاص الكوره راحت عند الفلاج اللي هو اخر واحده تعتبر. دي اخر واحده. فاحنا دلوقتي المفروض ان احنا شكل النجيله بيفرق في اللعب، يعني النجيله دي مثلا لا دي غير تختلف عن النجيله اللي واقفين عليها. دي بتبقى نجيله يعني مقصوصه قصه وليها معايير وليها ناسها وليها المعلمين اللي مسؤولين عنها. ودي من اهم الحاجات، ان هي ملعب الجولف ده محتاج صيانه كتيره جدا ومحتاج ناس عندهم درايه بكل تفاصيل الزراعه والري وطبيعه الارض عشان توصل انت يبقى عندك سجاده خضراء بالشكل ده. يعني في منتهى الصعوبه. الجزء اللي فيه الحفره لازم يبقى ناعم عشان زي ما قلنا احنا بتضرب عليها الكوره، فلازم الكوره تمشي الدوران بتاعها يبقى ما فيش حاجه بتعوقه. انما حوالين بقى المسطح الاخضر ده بيحط لك الحشيشه عاليه فتصعب عليك اللعبه. يعني المهم ان المعنى ان انت في الجولف ده لما بتغلط بتعاقب، تبقى الضربه اللي بعديها اصعب. فاحنا طيب احنا غلطنا ونزلنا في الرمله، فبالتالي ما قدرناش نقرب في الضربه الرابعه بتاعتنا للحفره قوي، وقفنا على بعد مثلا 5 5.5 متر. فيبقى الضربه الخامسه بتاعتنا بقت صعبه قوي.
لازم نحاول نركز ان احنا ننزل الكوره من هنا لهنا. تمام هايل. عم سعيد الباطا، عم سعيد انت معاك، انت الباطا يا عمرو. تمام، انت عملنا لك كوره هنا استثنائيه، تحب ان انت تجرب ولا لا؟ انا اشوف حضرتك الاول وانت بتلعب. خلاص طيب، تعالى بقى انا وانت نشوف بقى ايه يا عم سعيد، ايه بقى القصه هنا دي. هي تبان ان هي مسطح دغري، لكن هي محتاجه زي ما عم سعيد بيشاور، محتاجه تتضرب الكوره مسافه قد كده شمال من الحفره. احنا ما عندناش غير ان احنا نحاول ان احنا نسقطها في دي، لان دي الضربه الخامسه بتاعتنا. يا ده اللي قلته لك اول ما ابتدينا نلعب، ان الجولف ده لعبه مليمترات. ملي، هي فعلا الكره معديه مليمترات. انا قلت هتقع جوه الهول، جوه الحفره. هو ده بقى، هو ده ده بقى التركيز العالي جدا والدقه في بالملي. الملي ده يفرق معاك ان انت تطلع الاول وانا اطلع الثالث مثلا في بطوله، او ان انا اكسب منك الماتش على ضربه زي دي. لو كانت نزلت كنا نطلع خالصين مع الارض، انما احنا كده يعني الارض برضو قالت لك انه اللعبه دي مش لازم ان انت تلعب فيها كل يوم وتحقق المعدل، يوم كده ويوم كده. وده الحلو في اللعبه، ان انت تبقى عايز تيجي تاني يوم بقى، لا انا هلعب كله حسب المعدل وهكذا. تمام هيك هيك. Hop in that window, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Gary, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And pop in the night, cause it's meant to be ours. يعني من حسن حظنا واحنا بنصور النهارده وموجودين في نادي الجزيره نقابل ايمن بيه فتحي رئيس اتحاد الجولف مصر. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ اهلا وسهلا. يعني يمكن اللقاء ده حصل بالصدفه، ما كانش مترتب له، بس هو يعني احنا مبسوطين لحضرتك معانا في البرنامج. ربنا يخليك، متشكر. وده يمكن يخليني اتكلم في حاجات اكتر واسال عن حاجات تاني. تحت امرك. اتحاد الجولف في مصر بقاله من اعرق الاتحادات في مصر. مظبوط. لكن لعبه الجولف في مصر مش واخده حقها قوي، غير طيب. يعني مع هي دي طبعا السمعه اللي طالعه على لعبه الجولف، انها لعبه المجتمع الراقي، وانها لعبه غاليه، وده طبعا له سبب مهم جدا، ان هي لعبه الاصل بتاعها هي لعبه انجليزي، وجات مصر طبعا مع الانجليز في اوائل القرن اللي فات. وكانت اللعبه في مصر باختصار شديد فعلا ما بيلعبوهاش غير الانجليز. نادي الجزيره اللي احنا فيه على بعضه ده كان ما بيدخلوش غير انجليز لغايه يعني اول الخمسينات. اما بالنسبه فكان في مش منتشره ليه؟ لانه ما كانش فيه غير ملعبين او ثلاث ملاعب جولف في مصر كلها. نادي الجزيره ونادي سبورتنج والمينا هاوس. اوكي. وبعدين لما ابتدت بقى قصه المجتمعات العمرانيه الجديده تطلع والكومباوندز والكلام ده، ابتدت تطلع تاني فكره الجولف في اوائل التسعينات، انه الكومباوند بدل ما يبقى يعني علشان يبقى فيه مساحات خضراء وكده، بدل ما تبقى جناين، فخطر على بال حد اللي هو كان رئيس الاتحاد الاسبق للجولف المهندس خالد ابو طالب انه يعمل اول كومباوند حوالين ملعب جولف، فيخلق منظر جميل للناس اللي بتشتري. ومن هنا ابتدت الرياضه تبتدي تاني. فنقدر نقول ان هي ابتدت في مصر بدايه او عادت رياضه الجولف في مصر تاني في 95 96. فلما تبتدي تلاقيك بقى بتصور معانا دلوقتي وبتقول مين رئيس اتحاد الجولف وفي اتحاد وبتاع على 20 سنة عمر الرياضة، تلاقيه مش بطال يعني. بس كنت عايز اعرف من حضرتك برضو اخبار البطولات في مصر ايه بتاعت الجولف. احنا في مصر بننظم بطولات اللي هي تحت رعاية الاتحاد اسمها البطولات المفتوحة للأندية. في مصر حوالي 22 او 23 ملعب جولف دلوقتي، بس اللي نوادي منهم نوادي يعني تشتغل معانا حوالي 11 او 12. دول
بنعمل لهم بطولات دي بنسميها البطولات المحلية. فعندنا تقريبا 11 12 بطولة في السنة. اللي احنا طبعا مهتمين بيه اكتر هو الاحتكاك الدولي. نتيجة لانه الرياضة عندنا طبعا احنا مش على المستوى الدولي المطلوب لنفس الافكار بتاعت كل الرياضات في الدنيا اللي هي فكرة الاحتراف. الجولف بقى رياضة محترفين. تمام. ورياضة محترفين بصورة غير طبيعية بتصرف على اللعيبة مئات الالوف من الدولارات وبيدخلوا ملايين وصناعة كبيرة جدا. احنا ملحقناش بالصورة المطلوبة. فالاتحاد خد سياسة وبجميع اعضائه يعني وبالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة وبتاع الكلام ده اللي احنا عايزين نبتدي علشان نتكلم على تصنيف عالمي يبقى لازم نبتدي مع اولاد عندهم 7-8 سنين. تمام. انما ان انا احاول مع حد و14 و15 او اللي بيلعبوا جولف النهارده 20 سنه او الى اخره مهما كان مستواهم ده لا يمكن هيوصل بيا لحاجه في المستوى العالمي. فابتديت النهارده بلعب اكتر بطولات الناشئين في العالم كله. تمام. تمام. احنا زي ما بنتكلم بكره بعد بكره ان شاء الله في بعثه ناشئين مسافره تلعب بطوله اليونان للناشئين. وبعد كده عندنا البطوله العربيه للناشئين وبعدين بنلعب بطوله تانية في كينيا. فاغلب البطولات اللي احنا مركزين عليها فيما عدا البطولات اللي احنا بنحقق فيها مراكز وهي بطوله واحده بس اللي هي البطوله العربيه. البطوله العربيه للجولف طبعا مصر بتنافس فيها يا بتكسبها يا مركز اول مركز ثاني. بينافسنا فيها المغرب بينافسنا فيها يعني موجودين على ساحه المنافسه في البطوله طبعا العربية. طبعا على مستوى البطوله العربيه. انما على مستوى البطوله الافريقيه نيجي رابع خامس نتيجه لان الدول برضو اللي كانت اللي هي الدول اللي بنسميها احنا الكومنولث بتاعت الانجليز اللي هي لما اجي اقول لك جنوب افريقيا ودي مكمله في الجولف وعمره ما بطل فيها وشغالين مستواهم سابقنا شويه انما نقدر نقول ان احنا تالت رابع خامس. البطوله العربيه طبعا بننافس غير كده ناشئين 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 ناشئين. الاتحاد الفتره دي بيحضر لايه؟ بتجهزوا لايه؟ بص الاتحاد عنده هدف واحد اساسي. احنا بقينا رياضه اولمبيه السنه اللي فاتت فقط. ومن السنه اللي فاتت في اولمبيات ريو دي جانيرو في 2016 ما كانش عندنا فرصه وما حاولناش ننافس ان احنا ندخلها من اساسه. تمام. فالاتحاد حط كل امكانياته في محاوله ان هو يمثل في 2020 في الاولمبيك جيمز في الجولف ان شاء الله باذن شاء الله. هو ده الهدف وده اللي بنشتغل عليه من دلوقتي من خلال الاحتكاك المحلي والعالمي والمدربين كل الخطط اللي ممكن تتخيل ان شاء الله. واحنا معاكم ومكملين معاكم ويا ريت ان انتوا ربنا يخليكم عندكم بطولات ونبقى معاكم ونصور ونبقى موجودين معاكم. احنا دايما انتوا اللي هتساعدونا في نشر اللعبه دي. متشكر قوي ان شاء الله وبمجهودكم احنا مكملين مع بعض يعني كل واحد بيعمل دور. يا رب ميرسي لحضرتك ونورتنا. ميرسي. بالاعمار الصغيره وبالناشئين في اي رياضه. عشان كده يعني الانترفيو ده بالنسبه لي مهم جدا. معايا مدام هاله توفيق مسؤوله اكاديميه الناشئين في نادي الجزيره للجولف. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ميرسي. شكرا. ايه راي حضرتك في الموضوع ده اللي احنا لازم يعني الناشئين هم عليهم دور مهم جدا الفتره اللي جايه؟ ده اكيد اكيد. واللعبه كانت مهمله يعني لا مش مهمله بس ما كانش في تركيز جامد قوي يعني حقها. مش واخده حقها. فاخيرا يعني بالنسبه لنادي الجزيره يعني وده اساس الجولف في مصر اصلا يعني لان هو انشئ من 100 سنه واصلا ابتدى على الجولف والتنس يعني فطبعا دي استمراريه له. فاخيرا يعني بقالنا كذا سنه بنشتغل على ان احنا ندخل اجيال جديده في الموضوع. طيب هو المفروض اصلا افضل سن للاجيال الجديده اللي يبتدوا يلعبوا منها جولف امتى؟
بص حياتك، احنا بناخد من سن 4 سنين. هما بيبقوا صغيرين، لكن دي طريقه بنحببهم في اللعبه. بندمجهم، بنديهم العاب، بنديهم جوائز، فبيبتدوا يحبوا ويجوا. وكل الناس اللي جات لنا جديد مش جايين من اهالي الجولفرز اللي اهاليهم بيلعبوا، لا كلهم شافوا اللعبه في التلفزيون وعلى الوي، لعبه الوي، وجايين طالبين من اهاليهم احنا عايزين نيجي نلعب الجولف. مدام هلا، انا عايز اتكلم بقى عن حضرتك، ابتديت تلعبي جولف امتى وحبك للجولف ابتدى امتى؟ والله انا يعني ابتديت تقريبا سنه 96. جميل. يعني كان اخويا كان ابتدى وشجعني ان انا العب، وقلت يعني كنت مستغربه شويه مع ان يعني والدي كان بيلعب، فقلت يعني لسه ما فيش استعجال، يعني كانت فكره غلط الصراحه. واول لما ابتديت اتمرن انبسطت جدا يعني، ومن ساعتها بقى ما بعملش حاجه غير الجولف يعني. يعني هي لو لعبتها كويس وحبيتها بتشدك يعني خالص، الواحد يعني يفضل مستمر فيها جدا. جدا يعني، بس ما ينفعش حد عنده كارير. بتاخد وقت كتير من اللعب اللي بيلعب؟ بتاخد وقت، بتاخد وقت جامد. هنبقى معاكم تاني، يا ريت نيجي للاكاديمي ونشوف الجونيورز. يا ريت، احنا كل جمعه وسبت مفتوحه لكل الناس، يعني بنعمل تراي جولف فور فري لاي حد يحب يجربها، واللي بيعجبه بيخش معانا وبنديله كم حصه ببلاش لغايه ما يبقى حاسس ان هو مبسوط منها، وبعدين بيخش معانا في الاكاديميه ان شاء الله. ميرسي لحضرتك ونورتيني. ميرسي قوي قوي. شكرا شكرا، فرصه سعيده خالص. ميرسي. زي ما انتوا شايفين، طول ما احنا بنلعب عم سعيد كان ليه معانا دور كبير جدا، وعامة الكادي بيبقى ليه دور كبير جدا مع لعيب الجولف. وانا عايز اعرف من عم سعيد حاجات اكتر. ازيك عم سعيد؟ الله يخليك. ايه اخبارك؟ الحمد لله. انا ملاحظ ان الكادي عليه جزء مهم جدا مع لعيب الجولف. طبعا، هو يعني بيتحمل اكتر من نص اللعب هو كمان، يعني لان هو بيقول له تضرب من الناحيه الشمال او من الناحيه اليمين على حسب الهوا ما هو ماشي يعني. وبعدين حتى في تقدير المسافات فبيقول لي اخد كام، يعني بيسال على العصايه نمره كام توصلني يعني وبتاع. بديله مثلا لو 150 يارده او بتاع، فعلى حسب هو الستايل بتاعه انا بحدد المضرب اللي هيضرب بيه. طب انت حافظ الستايل بتاع اللعيب اللي قدامك؟ طبعا، اللي انت نازل معاه. لان في لعيب بيبقى ضعيف، في لعيب بيبقى بيضرب طويل، وفي لعيب بيضرب قصير، فلازم انا اللي احدد له المسافه والمضرب اللي هيضرب بيه. الشنطه دي بيبقى فيها كام مضرب؟ فيها 14 مضرب. 14 مضرب، لكن لو اكتر من 14 غير قانوني. غير قانوني. على كده انت برضو لازم بتبقى ملم بكل قوانين اللعبه. طبعًا. زيك زي اللعيب. طبعًا. انت طبعًا. تعتبر اللي مع اللعيب، انت الجزء الثاني كمان بتاعه. بيسالني عن الاخطاءات، انا بقول له دي خطا دي صح دي كده، يعني هو ما بيعرفش زي ما انا اعرف يعني. على اخر حفره واحنا بنلعب لما الكره نزلت مننا في الرمله، انت ما نزلتش، قلت انا ممنوع انزل في الرمله. ممنوع. ليه؟ لان اللعيب بس هو اللي اتحرك، لان ممنوع حد يدوس في البانكر عشان هتعمل مكان رجل وبتاع، لان في لعيبه بعديه هتنزل، فممكن مطرح رجلي انا الكره تنزل في مطرح رجلي، فمش هيعرف يلعبها. فلازم القانوني ان هو بعد ما بيضرب كمان اللعيب، بعد ما بيضرب بيصلح مطرح ما ضرب عشان اللعيب اللي وراه ما يجيش في حفره مطرح رجله او بتاع، او في شوكه بنساوي بيها الرمله بعد ما هو يلعب عشان اللعيب اللي وراه ما. عم سعيد، انا عرفت ان انت يعني كنت كادي لناس كثيره جدا، وكنت الوقت من الاوقات شاهد على التاريخ. طبعا، الحمد لله انا لفيت مع زمان يعني مع مدام فايقه، اللي هي الاميره فايقه. الاميره فايقه اخت الملك فاروق. ولفيت مع جوزها فؤاد باشا صادق.
كانوا بشوات يعني. يعني مش حضرت اللعبة أيام البشوات والأميرات. أيام البشوات والأميرات. She's got everything I need and I'm gonna tell her one time. Give you everything you need. خلصنا لعب، عرفنا معلومات كتير، بس عايز أعرف بقى الهيستوري دلوقتي، لأن الكاسات دي بتقول إن في تاريخ كبير جدا، وحابب أعرف من حضرتك التاريخ دوت والكاسات دي. طيب أنت دلوقتي واقف قدام، يمكن أولاً نخش على أقدم كاس في مصر كلها قبل ما يبقى فيه بقى كورة ولا حاجة، لأن نادي الجزيرة هو زي ما قلنا أقدم نادي، اتعمل سنة 1882. في الوقت ده ما كانش اسمه نادي الجزيرة، كان اسمه، لو تقرب تقدر تقرب بالكاميرا هنا كده هتلاقي مكتوب عليه اسمه كاس الخديوي. كاس الخديوي. كاس الخديوي، لأن النادي كان اسمه النادي الخديوي. اتعمل ده على وقت الخديوي توفيق، اللي هو ادى المساحه دي من الارض اللي كانت تتبع لسرايا الجزيره اللي هي دلوقتي بقت فندق، وعلشان يتعمل فيها نادي لسبق الخيل والرياضات الفروسيه ورياضه الجولف والتنس والكروكيه، اللي هي الالعاب اللي تعتبر العاب اساسها انجليزي. وتقدم الكاس ده وتلعب عليه اول بطوله جولف في افريقيا وفي مصر باسم كاس الخديوي او كاس نادي الجزيره فيما بعد، وهتلاقي مكتوب عليه ان اول حد اخده سنة 1903. هنسيبه هنا للكاميرا. ده دلوقتي بيسموه الكلاب كاب او كاس النادي، لان ده اللي هو الكاس اللي باسم نادي الجزيرة اللي كان سابقا باسم نادي الخديوي، باسم نادي الخديوي. لما عدلت مصر بقى من خديوية الى سلطانية ثم ملكية ثم جمهورية، اتسمى اتعدل اسم النادي من نادي الخديوي لنادي الجزيرة. واللطيف ان انت عندك مثلا الجزيره بتاعت الزمالك دي، تلاقي كل الجزر اللي في النيل من اسوان لحد البحر المتوسط كل جزيره ليها اسم، يعني جزيره الوراق وجزيره الذهب وجزيره الرودة، انما دي الوحيده اللي اسمها الجزيره، فكل حاجه سميت باسمها، سرايا الجزيره، نادي الجزيره، شارع الجزيره، وهكذا. فده احد اهم الكاسات اللي موجوده، لان ده اقدم كاس في مصر واقدم كاس في افريقيا والشرق الاوسط، لان قبل كده ما كانش فيه نوادي. يلي في الاهميه الكاس ده، وده اسمه كأس الجيش المصري. ده كأس أهداه الجيش المصري لنادي الجزيرة سنة 1905، وتلعب عليه أول مباراة سنة 1906، وإلى الآن النادي محافظ على هذا التقليد، فبيلعب على هذا الكأس بطولة مرة في السنة لفردي اللاعبين سواء رجالة أو ستات، لكن غالبا بيبقى الرجالة هم اللي بيتنافسوا عليه. ده من 1906، وياريت برضو لو يتبان الأسامي اللي موجودة عليه، هتلاقي مسجل من أول ما ابتدى. الأسامي اللي عليه والتواريخ دي، أسامي الناس اللي حصلوا على الكاس ده. وهتلاقي مكتوب هنا حضرتك أهو The Egyptian Army Cup. فThe Egyptian Army Cup أول مرة اتلعب عليه، أعتقد حضرتك هتلاقيها على القاعدة بتاعته اللي هي هنا 1917، هنا 1910، هنا 1906 أول مرة تلعب عليه. فأنت بتتكلم على كاس بيتلعب عليه بطولة سنوية عمرها ما تأجلت من احنا 2015، يعني نتكلم في 110 سنة تقريبا، يعني ده عمره. ويقول برضو ان يعني ان الجيش من اهتماماته الرياضه في مصر، يعني من 1906 يعني، وكان في ليه يد في رياضه الجولف والاهتمام بالرياضه يعني. بالتاكيد بالتاكيد. والجيش المصري كان برضو بيهتم بالرياضات الفروسيه، لان زمان ما كانش فيه ولا دبابات ولا عربيات. لما نتكلم في 1906 كان كله الجيوش كانت تركب الخيول، فبالتالي الفروسيه دي والرياضات الفروسيه سواء اللي هي السبق او البولو والحاجات دي كلها كانت موجوده هنا في نادي الجزيره. وده كاس اتقدم سنة 1936 من الشواربي باشا، وده من أجمل الكؤوس. ده كأس فضة مطلي ذهب، ومعمول منه اتنين في انجلترا فضة انجليزي. قدم واحد لرياضة البولو في النادي، وقدم واحد لرياضة الجولف، وبيتلعب كان عليهم بطولة البولو، لكن للأسف دلوقتي البولو ما بقاش موجود في نادي الجزيرة، فلم يبقى إلا هذا الكأس اللي هو بيسموه كأس التريتي تشالنج أو كأس المعاهدة، اللي هي معاهدة سنة 36 ما بين مصر وانجلترا. طيب يعني احنا اتكلمنا من 1906 وبعديها الكاس بتاع الجيش، وكان يعني شفنا حاجات كتير، وصلنا لغايه اخر كاس واجدد كاس. اخر كاس اللي هو الجزيره جراند بري او الجائزه الكبرى بتاع الجزيره، دي قدمها رئيس الاتحاد السنه اللي فاتت لنادي الجزيره. تمام. ده يعتبر تقدير من رئاسه الاتحاد لمكانه نادي الجزيره، لان نادي الجزيره فيه اكتر عدد من اللاعبين دلوقتي، يمكن
في مصر، والبطولات بتاعته بتتلعب بطولة كل أسبوع على مدار موسم الشتاء، فبتتكلم في حوالي 200. دول عينة من الكاسات اللي موجودة، لكن في السنتر جوه الكاسات كلها يعني بتتكلم في حوالي 30 مباراة ليهم تاريخ، لكن احنا قلنا يعني حوالي ايه عينة كده من التاريخ، بنتكلم على عينة من التاريخ. الميزة بتاعت الجراند بري ده ان هو بيخليك مش كاس لبطولة واحدة، ده بتلعب على مدار الموسم الشتوي اللي هو 7 أشهر، يعني من اكتوبر لابريل او مايو، كل شهر بيتلعب، الناس بتلعب على المباريات زي ما احنا لعبنا. انت حققت مثلا 100 نقطه في الماتش ده، انا حققت 200، انت الشهر الجاي ممكن بيبقى فيه معدل نقط اعلى، فانت تحاول ان انت برضو تنافس. فالميزه فيه انه مش مباراه واحده، ان هو بيشجعك ان انت تتمرن اكتر يعني. فده الميزه اللي اهميه الكاس. كنت مبسوط جدا ان انا مع حضرتك النهارده، و عايز اقول بس حاجه تاني واكد عليها ونقول للناس عليها، يا جماعه احنا عندنا ملاعب جولف حلوه جدا في مصر، عندنا ملعب بيتكلم تاريخ. عن نفسه تاريخ وبيحكي تاريخ هو بكاساته باللاعبين الموجودين بالكاديز الموجودين، احنا عندنا فعلا هنا ده تاريخ احنا واقفين عليه، وعندنا ملاعب كتير في مصر كلها في كذا محافظه. فيا ريت يعني لو نقدر نستفيد من الجولف ونعمل بطولات تاني دوليه على ارض مصر، نقدر نشجع بيها السياحة ونتكلم عن رياضة. ويعني أنا مبسوط اللي أنا كنت معاكم النهاردة وموجود في ملعب نادي الجزيرة وموجود مع لعيبة الجولف بتوع نادي الجزيرة، ومرسي لحضرتك نورتني. لا أنت شرفتنا، شرفتنا وباسم نادي الجزيرة بنرحب بالناس، وبنتمنى إن نحظى باهتمام إعلامي، لأن حضرتك تقول إزاي هننمي اللعبة، هو أنتوا الدور عليكم، أنتوا الإعلام، أنتوا اللي بتنشروا، أنتوا اللي الناس بتشوف إيه اللي بتعرضوه. واتمنى لكم التوفيق، واتمنى ان الحلقه دي تعجب الناس، ونكون عملنا شغلنا على قد ما قدرنا يعني، على قد ما ربنا قدرنا. Wanna hit the top. Ooh la 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 la. Chip puck, you know what's the big whoop? When I play my game and then I make my mama proud. Woo. Smash bang, you gotta hit the ball far. Then the crowd goes. Woo. Then you hear the ooh la 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 la. Treat, treat. I want my birthdays all day long. Let the bogeys go and say hey. Ooh la 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 la. Hey. You wanna play with the pros now? Hey. You gotta hit it in the hole now. Hey. You wanna reach that top? Yeah. Hey. You gotta give it up. يعني النهاردة بعد ما لعبت جولف وعرفت شوية معلومات عن الجولف ببساطة، لعبة مش سهلة على فكرة، على قد ما هي بتبان من بره بسيطة جدا بس هي مش بسيطة، بتحتاج لحاجات كتيرة جدا، تركيز، طاقة، مجهود، تسخين قبل اللعب، معلومات عن الملعب، بتحتاج لكادي أو مساعد شاطر جدا، وبتحتاج معلومات كتيرة عن الرياضة. لكن هي كانت تجربة مميزة جدا وأنا اتبسطت فيها النهاردة. أشوفكم الحلقة الجاية وحلقة جديدة من سبوتون سبورت. السلام عليكم. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة قال لي الأهلي والزمالك ولا انت فاكرني هندي. ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم فكرها. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهق مخنوق شغال محرك طيارتك ويلا طير بشهور. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش كرة القدم على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغ فاس ان مفيش كرة القدم اللي بتتبع على الأفيش. مشيت الماي قلت أقدم برنامج للرياضة أثبت فيه إن في بلدنا مليون رياضة. لو سني كان صغيرة وكنت راجل عجوز مضرب عليك روكي everybody can choose. أصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبرة مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة بانت وأظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغك فاس ان مفيش
فيش ملك القاهرة كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة.